دي وزاره السياحه مش حكومه. سلامات ابو رزق. الله، ازيك يا عم درويش؟ ازيك يا دكتور سامح؟ الحمد لله. يا ابو رزق، عملت لي ايه في فندق الدب؟ قلبت لك عليها الدنيا والله يا عم درويش، بس هي شحه قوي. واحد يعمل ايه بس في الحموضه اللي هاريه بطنه دي؟ ولما الحموضه هاريه بطنك ما تجيلي الصيدليه، هدي لك كيسين فوار زي اللوز بدل ودن الدبه وجوز البطه والحاجات والكلام الفارغ ده. ودن الدبه وجوز البطه والكلام الفارغ ده؟ طب ما انت جاي تشيلها وتعبى يا دكتور. لا انا جاي اخد لبان ذكر وحجر جهنم كمان. وحجر جهنم؟ لا لا لا، حجر جهنم يا مفتن. لا لا، انت فاهمني غلط والله. لا لا، فاهمك صح، انت عنتيل صراحه، واد عنتيل عنتيل. حابب افوت عليك على الزخانه واخد كسيم فوار. سلام. استنى بس يا عم درويش، اخبار اللابتوب بتاعي ايه؟ جميل حلو. هو ايه اللي جميل يا عم درويش؟ وانا باخد رايك فيه. الجهاز عندك بقاله اسبوع عشان تغير له كارت شاشه. بقول لك جهاز جميل، بس محمد اللي دي محمد بلاوي بلاوي. يا راجل يا راجل، ده انت راجل متجوز يا راجل، وعندك بنت على وش جواز. افرض البنت فتحت كده ولا ايه؟ ايه عيب يا راجل؟ والله انت فاهمني غلط يا راجل. عيب والله، فاهمني غلط. عيب والله. والله والله عيب. والله ابدا. ده انت دكتور غريب. لا. والله عيب. عيب قوي يا دكتور سامح. عيب. انا اسف. عيب يا سامح. حاضر. سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا عم درويش، اهلا. فلقت انت امبارح، سمعت المصنفات كانت عامله قلق في المنطقه، بس انت عرفت الكوت. كوت كوت ليه؟ انا طول عمري ما اشتغل في السليم، عمري ما اشتغل في حاجه مضروبه. امال قفلت ليه العصريه؟ مكشوف عنك الحجاب؟ مكشوف عني الحجاب. جالي هاتف في المنام قال لي الاجهزه هتاخد برد ولازم اقفل عليها. وقال لي انت شاغل نفسك بالقصه دي ليه يعني؟ قفلت ولا فتحت؟ وانا كنت قفلت على صباعك. حاجه غريبه قوي يعني، حاجه غريبه حقيقي. سلام عليكم. عامة انا معديها لك بمزاجي. انا لو كنت عايز اخليهم يستنوك لما تفتح كنت خليتهم يستنوك. بس انا مراعي الجيره والعيشه برضه. وانا مراعي انك مراعي. وربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يقدرنا على رد جمايلك. اسويش خير كد. دكتور سامح عاوز اللاب توب بتاعه شهاب، شال وخلصه له شهاب. لسه ما لعبتش اللي عديه. عشان بتتفرج قبل ما تنقل. قلت لك 100 مرة قبل كده، التكمير قبل التفعيص. الله يخرب بيت فقرك. ايه ده يا شهاب؟ ايه ده؟ ده حتة جديدة كده استلقطتها، هنعمله من وراها مصلحة حلوة. يا شهاب بس الله، الحته دي يا ابني مش شبهنا. واحنا مكتوب على وشنا الصيني؟ ده رزق عم درويش ربنا بعته، هنقول له لا؟ رزق عم درويش ربنا بعته، هنقول له لا؟ ايوه، بس الرزق النظيف ده
عمره يعني مفكر يهوب ناحيتنا. الله يا ابني الحته دي ما يقلش تمن عن 5000 جنيه. ابيك قلت 5000 جنيه، وتقول ايه بقى الشعب اللي وقعه ب 300 جنيه بس؟ اللي وقعه بكام؟ ب 300 جنيه بس؟ اقول له ان انا هخرب بيت اهلك لو ما قلتليش مين اللي جاب الجهاز ده. نعم العظيمه ما حد جابه، ده هو جال لوحده. جال لوحده؟ جال لوحده ولا الواد عيسى جه وزقه عليك؟ اعترفت يا عيسى يا ابن الكلب. طب اسمعنا بس يا عم دروش انا هفهمك. ولا اسمع ولا نيل، انا قلت لك 100 مره قبل كده بدل المره 1000. اللي زي عيسى ده واي حرامي زيه ما يعتبش المحل هنا. مش حضرتك بس ان هو سرق يا عم درويش مش ممكن يكون شارب مجهوده؟ يلا يلا احي اجري، انا اجري، هات لي منديل، انا هات لي منديل، امسح الريال اجري. عم درويش دي تجاره، تجاره والتجاره حلال معروفه في اي حته. بعدين لو انا ما اشتريتش من عيسى مثلا يعني، ما هو 1000 شهاب غيره هيشتروا. 1000 اسم ملطوط، ريحتهم وحشه. يا ابني يا ابني اعمل معروف، انا بحب امشي دغري، ما بحبش المشاكل. عم درويش الفرخه اللي ما بتنكش ما بتاكلش. وبعدين عم درويش انت عايزني دلوقتي اعمل ايه وانا اعمله؟ ارجعه تاني للواد عيسى؟ يا حبيبي ترجع للواد عيسى؟ ترجع للواد عيسى؟ هقو هقو. طب بتقول انا هقو يا عم درويش؟ بتتريق عليا؟ بقول لك ايه، انا شوف البتاع ده يتفتح ازاي، لازم نعرف مين صحابه ونردوا له. شوف ما فتحته قبل كده. اه فكيت منه الباسورد وقفلته تاني عشان البطاريه. اه وريه حتة حلوة. طبعا طبعا عجبك مجايبي. ايوه يعني بس البتاع ده يعني مفيش اي سكة نعرف مين صحابه. بص احنا نقلب بقى، ممكن نبدأ بالفيسبوك. افتح ام الفيسبوك. دكتورة نادية ابو العزم. اهو ربنا ظهر الحق، طلعت دكتورة ونادية بالعزم، اسم فيلل وقصور عم درويش. هتلاقي ست مليانة ومريشة وصاحباتها قالوا لها خلاص يا دكتورة نادية ابو العزم، فداك يا دكتورة نادية ابو العزم. هتلاقي جابت ثلاثة غيره. جابت ثلاثة غيره اه، بس هتبلغ عن ده، ولو بلغت عن ده هنبقى كلنا معكوكين. الله يخرب بيتك. بص هنرجعوه يعني هنرجعوه. رجعوه ازاي وانت واخده كده عم درويش؟ انا هاخده افحصه بقى، اطلع منه اي اسم، اي رقم تليفون، اي عنوان، المهم نوصل لاراضي الست الدكتوره دي. بقول لك يا ولا، هي الصور هنا فين؟ الصور؟ هي الصور. الصور برضه هتعرفك العنوان؟ ما تهضمش، بقول لك الصور منين؟ تقول لي الصور منين؟ الصور منين؟ الصور موجوده. فين؟ هنا اهو. وريني. ايه الصور اهي. اه الجاليري. فاكرني جاهل؟ الجاليري. الجاليري فين؟ في الجاليري. بس في الجاليري. ريت ما كنت قلت الجاليري. احبك. الله 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 الله. يا نابل بتتلوى كده ليه؟ كيو كيو حبيبي كيو حبيبي. الله يا راجل انت بتقف على بعضك. كيو حبيبي. بتتحبلت ولا ايه؟ يا حبيبي يا سينابوي. تحب اجيب لك الجمبري لوحده والملوخيه لوحدها ولا تحب الغوصهم لك على بعض؟ ايه ده؟ الانطس انطس تتايع الانطس لغوصيهم على بعض. عيني مش هتبطل الوساخه اللي انت فيها دي بقى. ايه انطس دي؟ دي اللي بتعمل لي كل حاجه. اه بتغسل الهدوم وتطبخ للطبيب. دي الهاوس كير. الهاوس كير. البقين الحمضانين دول تطرطش بيهم على حد تاني لعلمك بقى. طوب ارض المكس كلها عارف المليطه اللي انت فيها دي، وساكتين عليك عشان خاطر شبتك يا نبوي. يا نبوي عيبك. لغوصت ايه ده انت؟ لو لغوصت تروح في ستين ده هتجيلك سكته قلبيه. الله يخرب بيتك. ده جبل ده جبل يا علاء. ده انا محترم وراجل حر. انت راجل ناقص والله، راجل ناقص. ولعلمك بقى الواد شهاب ابنك عارف انك ناقص، وعشان كده ما بيرضاش يبص في خلقتك ومقاطعك، مش عايز يشوفك.
بدل ما تعلمه بر الوالدين. بر الوالدين؟ كنت انت حسن تربيته عشان يبرك. انا مربي احسن تربيه. فعلا مربيه احسن تربيه. احسن تربيه انت مربيه فيها طبعا. لو كان متربي كويس زي ما انت بتقول ما كانش بقى يشتغل في الحاجات المسروقه يا بني ادم. بقول لك ايه؟ لو عايزنا نتغدى معاك بنتي تيجي تفضل جوه مش عايز اشوفها. فاهمني؟ ده هي اللي طبخة الطبيخ. طبخة الطبيخ مش طبخة الطبيخ. تاخد منابها وتتكل على الله. ولا انت ليك شوق في حاجة تانية يا نبوي؟ لا هو لو ليك شوق في حاجة تانية ده انت تضيع يعني. ده انا من جدك الله يخرب بيتك. ولعلمك بقى خليها تخلي الملوخية لوحدها والجمبري لوحده عشان انا ماليش في الهواصة دي. ماشي؟ ماشي يا نبوي؟ ماشي. ماليش حاجة كده 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 تلوى على ايه؟ ما يخرب بيتك. المحل ده مش بتاعي، ماليش دعوة بالنسخ المضروب والأفلام السكس بتاعت عم درويش. بتاعت انا الافلام السكس بتاعت انا. طب يا باشا كنت ادور عليه وسعيكم. طب حرام عليكم محل ملوش ذنب. انا بني ادم زيكم على فكره. ايه البصه دي؟ ايه دي؟ الحادق تسلم ايديك يا انطس. انا سايبك ساعه بتقلب في الموزس يا واطي. يا واطي انا بحاول الاقي حاجه تدلني على اصحاب البتاع المسروق ده. طب ما تسيبني اقلب معاك. لم نفسك يا نبوي، لم نفسك بدل ما لمك. علي النعمه ما كنت بخاف من ابويا قد ما بخاف منك. رتب يلا. طب ما انا قلت لكم من الاول يا باشا، قلت لكم بتدوروا على ايه وانا هساعدكم. اسالني هساعدكم والله هساعدكم. طب ايه يا بيزي؟ طيب طب ايه ده منظر محل؟ خشوا تاب. احنا مكتوب على وشنا الصيني، يعني اخرنا تاب صيني من ابو 600 جنيه. انا افتكرت يا باشا، افتكرت المسدس ده بيفكر. احنا فعلا جالنا تاب. حتى انا استغربت جدا، قلت هو التاب ده مين اللي جابه؟ قام صاحبه قال لي بتاعنا. قلت له طب انت عايز ايه يا صاحب التاب ده؟ قال لي فك لي الباسورد. قلت له هفك لك الباسورد. فكيته بالفعل والحمد لله العمليه نجحت. وراح قال لي جدع يا شاب، وراح اتكل على الله. النعمه العظيمه ما اعرف، والنعمه العظيمه ما في تاب جاي لنا يا باشا. ايه لازمته الفيلم الاجنبي ده؟ ايه يا عم شو زنكر؟ طيب يعني بسم الله ما شاء الله دي قوضة ضغط المكان وبسم الله ما شاء الله. يعني لو كان في اي تاب هنا كان قال انا اهو. انت عارف يا لا لو تقعدي بتكدب عليها هنعمل فيك ايه؟ وانا اعرف منين ما انتوا اللي هتعملوا. بس انا ممكن اتوقع هتموتوني. احنا مش طيبين قوي كده. هتقتلوني؟ يلا يلا. ايه هتعملوا ايه تاني؟ هتعملوا ايه تاني؟ ايوه يا باشا ما لقيناش حاجه. تمام تمام يا ريس، مستني الرساله. مع السلامه. الشاي يا سنبوي. طب روحي انت وانا هاجي اساعدك. نبوي اساعدها بجد. سيدة بيه ده فيك حيل تساعدها؟ يا راجل يا راجل دي انطس دي هتتصدم فيك صدمة عمرها. اي والله هتتصدم فيك صدمة عمرها. بكهرباء يا ولد كهرباء. ها يا شهاب. ايه ايه يا نهار ابوك اسود. طب اقفل 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 انا جاي.
ما تيجي يا قطص. انت بتعمل ايه؟ بغسل الصحون يا سينعبوي. ده واجب عليا انا اللي اغسلهم احد. وبعدين يا درويش هو ده وقته؟ لا منك ولا كفايه شرك. ايه انتوا مين؟ معاك اذن نيابه؟ قول ما تصوتيش، وراك راجل. انا عيل يا بنتي، انا عيل. الله يخرب بيتك يا شاب، الله يخرب بيتك يا شاب. يا نهار اسود، الشاشه اللي هناك دي خلاص اتكسرت. اه والكيسه دي مفيش حاجه سليمه؟ مفيش حاجه سليمه لماها؟ انا سليم يا عم درويش الحمد لله. انت بتخلص خالص؟ الله يفداك. تخلص خالص؟ ما تفتحش بقى. انت قص البلاوي دي كلها. قلت لك من الاول، انا قلت لك من الاول اخر الطريق اللبش وحشه. ما صدقتنيش، ما سمعتش كلامي. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه دلوقتي؟ سامعني سامعني والله يا عم درويش، استهدى بالله كده. انا ما احبش اشوفك كده يا عم درويش والله. اقول لك اخصمه من مرتبي. مرتبك ايه؟ مرتبك ايه؟ مرتبك احسبه؟ والله لا. شوف انت، انت حلال فيك ابوك، حلال فيك ابوك. الله يزعل معاك يا عم درويش. كنت اقعد معاهم، سيرهم، شربهم شاي، قول لهم هجيب لكم التاب. كلمني كلمني. هما جايين نخطب اختي، انت ما شفتهمش يا عم درويش. وبعدين انا دول يمكن يكونوا صحاب العباد، دول لا يمكن يكونوا تبع الدكتوره المحترمه اللي احنا شفنا صورتها. دول دخلوا شخرموا المكان زي التيران. شخرموا المكان زي التيران؟ ايه؟ داخليه يعني؟ لا يا عم درويش مش داخليه. الداخليه بتشد بعد كده تنفخ. تنفخ. دول دخلوا نفخوا على طول. نفخوا على طول؟ تبع ايه دول يعني؟ معرفش. تعرفش. مش ناقصك يا نبوي، مش ناقصك. كنسل علي. اطلبه تاني. وانا دايما لما بطلبه هو يكنسل. اطلبه تاني. ما هو هيطلبني. اطلبه. حاضر. غير متاح يا بيه. ايه يا باشا؟ تمام تمام يا ريس. يلا يا رجال. عليا عم درويش، عم درويش. ايوه الحمد لله لقيت ماوس شغال اهو. الماوس سليم؟ بس هو الماوس اللي سليم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ونعم الوكيل. ده ابويا بيتصل، شكله عاوزك انت. لا عارفه نبوي مش هيبطل زن. ها نبوي خير؟ نعم اتفضل قول عايز ايه. كده يا درويش كده لقيت لي مصايب تبهدلني؟ يبهدلوني في بيتي؟ ده جزائي ان انا عزمتك عزومه كويسه على الغدا وضيفتك في بيتي. ايه ضيفتك في بيتي وعزمتني على الغدا؟ ايه اللي حصل؟ في ايه يا نبوي؟ بس يا ام بس ما تعيطيش. وانا كنت هخلي واحد يلبس شعره من شعرك؟ ده انا كنت ذبحته. انتص ايه وزفت ايه؟ ايه اللي حصل يا نبوي؟ تلات بغال استرالي قلبوا البيت ودغدغونا، كل ده عشان الزفت اللي كان في ايدك. يا نهار قطران، وعملت ايه يا نبوي؟ اديتهم اسمك وتليفونك وعنوانك وبدع ربنا انهم يصدقوني. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. في عم درويش، الجماعه اللي جولك هنا وقلبوا المكان راحوا لابوك يدوروا على التاب. احي ده بتاع كده مرصود. مرصود يعني ايه يا علي؟ مرصود يعني في جهاز تاني بيتابعه وبيعرف مكانه على الخريطه. البتاع ده لازم يتقفل وينقط من هنا. كنت نروح فين يعني؟ في اي داهيه، اي حته. انت ما شفتهمش؟ انا شفتهم كلهم. دول وحوش يا عم درويش. ده في واحد منهم رفع كيسه بصباعه. رفع كيسه بصباعه؟ اه بصباعه.
انت بتعمل ايه يا عم درويش؟ بقفل على الحطام اللي جوه ولا هيبقى موت وخراب ديار. طب انجز انجز يا عم درويش، انجز يا عم درويش. الخراب وصل لحد هنا، انجز يا عم درويش. كان حاطين نط نط يلا. راح فين يا شهاب؟ صحيح كده تمنع هنشم هوا ونجوا بسرعه. 30 جنيه يا شهاب انا هشتريه. ورا التوب ده خش يمين من عند بتاع الفخاري. حاضر. بص ورانا يا عم درويش. اطلع السوق ما تخافش. مش هتعدين مش هتعدين مش هتعدي مش هتعدي. الله عليك يا عم درويش، جبتها منين دي؟ دي تسليكة رفع الإبرة. كل إبرة وليها خر. يلا حريص شوية. اطلع اطلع اطلع. انا بطلع اهو. السادة انا مالي؟ طيب شيل حاجة مسلوقة ليه؟ خلاص يا عم درويش شيل حاجة مسلوقة ليه؟ ندمان. استغفر الله العظيم يا رب ندمان. ندمان؟ خش وراه، خش وراه يمين. عادي من تحت الوجه. عدي 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 عدي. اسحب. هم لسه ورانا بار. اسحب. خش ورانا. مش هينفع. خش ورانا. خش يا وش المصايب. حاول. ما تسيبوش، خليك وراه. عم درويش عذبناهم. المهم دلوقتي هنعمل ايه بقى بعد المطارده الجامده دي؟ رايحين لجلاب البلاوي. الحيوان اللي اسمه ايسا ده نلاقيه فين؟ انت اكيد عارف. اللي انا اعرفه ان هو بيقف في دروه كده في ابو قير. دروه في ابو قير؟ اه. يلا على ابو قير. ماشي ابو قير. اموت واعرف انتوا بتتلموا على الاماكن الزباله دي ازاي ولا شهاب؟ ولا انت متعلم ولا معاك دبلوم حاسب آلي؟ الله يخرب بيتك. دبلوم حاسب آلي؟ اه دبلوم حاسب آلي متعلم. خدت جايزه انا عم درويش؟ واضح ان فكرتك عن التعليم باظه خالص عم درويش. بعد اسم واحد ابوه بالمنظر ده عايزه ايه؟ يطلع صيدلي؟ الحمد لله ان انا ما طلعتش تاجر مخدرات كبير. النضيف نضيف لنفسه ومن جواه، ملهاش دعوة بقى أبوك بيعك إيه، أمك بتغسل فين، ملهاش دعوة. أنت محسسني إن أنت خريج مدارس رهبات عم درويش، يعني أنت ما اتشقيتش زمان؟ مفيش حد ما اتشقاش يا ابني. النضيف بيتشقى والسوي بيتشقى، بس هي شعرة لو سهيت عنها واتقطعت هتفضل سوي طول عمرك. السلام على الحكم يا عم درويش، ده انت شكلك الشقيق جامد قبل ما تيجي الماكس. هل انت صحيح؟ انت منين اصلا يا عم درويش؟ اصل وعيت عليك لقيتك في وسطينا يعني. بس انا سالت ابويا قال لي ان عم درويش مش من حته اصلا.
كنت في الدنيا. اه في الدنيا فين على الخريطه؟ انت هتسيشني انا؟ ما تشوف الزفت ده فين عشان نخلص من المصيبه اللي معانا دي. مش معاك نمرته؟ ما تكلمه. معايا نمرته عم درويش، بس لقد نفذ رصيدكم. نفذ رصيدكم؟ ده انت ما بتكلمش ابوك يا معفن. ايه ده؟ في عم درويش يظهر الموبايل بتاعي وقع مني واحنا بنجري. فداه يا فداك عم درويش، يعني هيكون زي اللي راح. دلوقتي الواد هيثم معفن هيجي ونستلقط لك منه حته اس 5. اس 5 50 جنيه النظام على بيسه. بقول لك ايه، هو النهارده الواد ده هيسا ده هيبان ولا في البرطمان؟ هو لو عوق عن ساعه كمان يبقى نط في البرطمان. لما ظن يعني انه قبل كده هيبان امان. حط لنا حلاوه على الكستبان. لا يا عيني، حلاوه على الكستبان وطال في البرطمان تتكلموا بالقافيه صياعه يعني. شوف يا كونيله في تفاهتكم. انت لازم برضه تعرف عم درويش كل محيط ولسانه. الولا هيثم معفن اهو. تعالى لا هيثم، تعالى تعالى هنا انا ما تخافش. ولا هيس تعالى هنا انا ما تخافش. لا انا خايف. ما انا بقول لك ما تخافش اهو. على فكره انا فات فرهد ها ومش ناقص تلطيش، وعلى فكره المعلم بتاعك ده ايده تقيل قوي. لا خافت خالص اهو، شوف خافت خالص. بعدين انت في حمايتي ما تقلقش. ماشي عم درويش، عم اديله الامان. ماشي انا مش همد ايدي عليك، مع انك تستاهل تقطيع صداعك فاهم. قول لي بقى البتاع ده سرقته منين؟ انا البتاع ده ما يخصنيش، ولا عمري مره شفته. ولا عمري شفته قبل كده؟ اه. ولا مال يعني مجرى يا عم درويش؟ ولا مال انا؟ مش انت مديله الامان؟ نطقه. ماشي نطقه. ماشي ماشي انا حكيت له على كل حاجه. انت بتغابه هنا؟ جاي تتغابه هنا؟ انت سرقته مننا يا هيثم. ما انا سرقت حاجات كتيره ومش فاكر. ثواني يا عم درويش، ثواني يا عم درويش، هنفكر. ما تفتكر يا تفتكر يا هيثم. حاضر حاضر، انا شقطته من العربيه اللي كانت في البنزينه اللي قبل البوابات. شوف وحياه امك، شوف وحياه امك، ما حاسبك الليله دي غير لما اديني على السكه اللي رجعوا بيها المصيبه دي لاصحابها، والا وعهد الله. شوف وعهد الله عم درويش، وعهد الله عم درويش. بص كده، بص علي على التلفزيون. وقد اعلنت وزيره الصحه الدكتوره ناديه ابو العزم في المؤتمر الصحفي ان خطه الوزاره في المرحله القادمه تتضمن افتتاح العديد من المراكز. دي طلعت وزيره الصحه. وزيره؟ انا مايل عم درويش. وزيره؟ انا مايل. انا تبع عم درويش. ولا لا انا مايل الا وزير. وزيره؟ انا مايل الا وزيره. وزيره؟ احي هنعمل ايه؟ وزيره؟ بس تعرف هلا شهاب اكيد الجهاز ده مليان بلاوي بلاوي عشان الناس دي كلها تتسعر عليه. طب احنا نعمله ايه دلوقتي؟ نروح نرجعه الجهاز للواد فيصل؟ ولا بقى ندوره على البلطجيه ونرجعه لهم؟ ولا اقول لك احنا نروح نوديه في الداخليه وهم يتصرفوا براحتهم؟ لا داخليه، لا انا ما اروحش الداخليه برجليا. ليه يا عم درويش؟ يتلككولي على اي حاجه، وانا راجل كبير يا شاب، انا مش حمل بهدله. خلاص يا عم درويش، احنا نرمي البتاع ده في اي داهيه. اقول لك نرميه البحر. يا سلام يا جماله يا حلاوته، بركه في ابوك يا حبيبي. اداهم اسمي وعنواني ورقم التليفون، واكيد عرفوا الطريق لينا، واكيد مش هيسيبونا في حالنا ابدا. الله، انت بس اداه في وشنا يا عم درويش. طب احنا نعمله ايه دلوقتي؟ هو دلوقتي مفيش غير حل واحد بس. دلوقتي احنا الجهاز ده عارفينه بتاع مين. اه صح صح، نروح نرجعه لصاحبته. ودي وزيره بقى، وزيره يعني هتأمننا كله يبقى تمام لما تعرف ان احنا ناس جدعان وناس امنة وجايبين لها الحاجه بتاعتها لحد عندها في الوزاره. مفيش حل غير كده، مفيش حل غير كده. اروح لوزيره في الوزاره. جاتك جايه كدلت دراعي بنومتك عليه.
طول عمرك حنان يا عم درويش. المهم احنا هنركب الحد وزاره. احنا هنطلعوا الاول على الدقي نغيروا رقنا بشقتين فول كده فيهم الشفا. شقتين فول ايه بس يا عم درويش؟ ما تخلينا نقضي مشوارنا الاول عشان نروح فايقين. يلا على الدقي يلا يلا يلا. ايه رايك بقى شويه فول؟ عجب عجب يعني مش قوي. الفول ناشفه والطحينه اخضر عيطها. اما ده احمد برقبته. طب ماشي ارجع يا عم خد يا عم فولك. بس بس يا عم درويش ايه قلت؟ ما قلتش مش هاكل انا. احلو مع الاكل. اوعى اوعى. ايه ايه راح فين يا عم درويش؟ ازيك يا باشمهندس؟ اهلا. ازيك يا عم درويش؟ عاش من شافك. تعيش يا حبيبي. اخبارك انت ايه؟ كله تمام الحمد لله. ايه طلع الشركه عندنا ولا ايه؟ لا انا كنت ماشي جنبك كده لمحتك كنت اجي اسلم. فيك الخير والله يا راجل. طيب فيك الخير. الله يخليك. طب ايه مش محتاج اي حاجه للسايبر؟ لا ان شاء الله السايبر هيبقى محتاج حاجات كتيره قوي الفتره اللي جايه. ان شاء الله طبعا يعني كل الخير. ماشي يا عم درويش. بس احنا اتطورنا قوي اهو ما شاء الله يعني تابلت وحركات. لا لا مش بتاعي ده امانه وحرضه لاصحابه. ماشي يا عم درويش. عموما لما تحتاج اي حاجه للسايبر شيل من دماغك موضوع الفلوس يعني مكانك. ده العشم يا حبيبي. ده العشم. مكانك يا عم درويش. بعد اذنك. بعد اذنك. سلام. اتفضل يا باشمهندس. مين ده يا عم درويش؟ ها؟ رأيي ايه؟ بقول لك مين الراجل اللي انت سبتني انا ورحت وقفت معاه؟ ايه سبتك انت يعني؟ ايه سبتك انت؟ ده الباشمهندس طارق اللي بنشيل منه برامج الحمايه بتاعت السايبر، فهمت؟ يا بنت فاول يا عم درويش. طب احنا في ايه ولا في ايه؟ طب ما نخلص المصيبه اللي احنا معانا الاول دي وبعد كده نسلم عم عارف بقى. كلت؟ لا لسه. لسه؟ طب الحمد لله يلا. الحمد لله. يلا. الحمد لله. يلا بس. الحمد لله ايه؟ ليه؟ يلا. ليه طيب؟ ليه؟ دي وزارة السياحة يا باشا. ألف شكر. أوه. إيه مش هتيجي معايا ولا إيه؟ أجي معاك ليه؟ أنا مش طموح أقابل وزراء يعني. خايف من إيه يا هلا؟ ما تيجي معايا. أجي معاك ليه يا عم درويش؟ بس سلمني عليها انت. خلي بالك من نفسك، وانت بقى لو خرجت سليمه بعد عليا انا هقعد فاستناك في اي قهوه. لا لا الا الله. محمد رسول الله. ده ايه النزاله دي؟ انت ما سبتش حاجه من ابوك، روح. روح. ايه ايه ايه؟ انا فين يا حضرتك؟ عايز اقابل معالي الوزيره. اتكل على الله. اعمل معروف. بس انا معايا امانه تخص الوزيره يعني. نعم؟ زين بقول لك يعني معايا امانه تخص الوزيره. وايه بقى هي الامانه دي ان شاء الله؟ وانا لما اديها الامانه هبقى احكي لها الحكايه يعني. على اساس ان معالي الوزيره يعني فاضيه تسمع حكايتي. اتكل على الله لو سمحت. اخلي المدخل يا حسين. يا عم اعمل معروف يا عم اعمل معروف. تمام يا فندم علم. لو سمحت اتكل على الله بعد اذنك. اعمل معروف. يلا لو سمحت. ايوه اعمل معروف يا عم. اتفضل يا عم. اعمل معروف يا عم. اتفضل لو سمحت. ايوه لا اله الا الله. يا معالي الوزيره. يا معالي الوزيرة. يا دكتورة. يا دكتورة.
وقف، رجع بقى شويه بس، خش زوم بس، هو ده الراجل ده انا عايزه.